أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ينا أهل السعادة ديش أصنار بالكتب سن ديجا الأعمال سن الصفائح تؤذيون الأعمال سن بأيمانهم زجه تفوسي يأخذونها بأيمانهم سفوسي باش هني ميز الله تعالى أثني سبيين أثني أرفع خي حد النغنيت فيتز الإنسان يفاح يجب سرحار مسرور يخس يوذان الخلق مارض طالعا أذخزان منيني يقم الأعمال الصالح فيقول ها أم اقرأوا كتابي هل كتابي نغات غام الكتابي لأنه يتبشار الجنة يتجرغ الجنة العمل ننس يفاح يقاسي ونهاغو وثي السوث غا المقام غا الحلوة من تخيجا الإيمان بالله تعالى والإيمان بالبعث بأنه أذي القربي إني ظننت أني ملاق حسابية يعني تغاس اليقين بأن هذا أذي بعث الله تعالى غاس اليقين بأنه أذي القربي غاس اليقين بأن العمل نسق قد يبد فاستعد لهذا اليوم في خدماس النهار نيغي الموقف العظيم إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية إذن عيشة سبحانه رضية ليس الخير ليس كل ما يشتهي ما تشتهيه الأنفس وتلذ به الأعين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الجنة وما أدراك ما الجنة اللذة التامة وليس برهنش وليس ويلس وليس تمارا وليس المرغصات وليس المشاكيل النعيم تام النعيم المقيم فهو في جنة عالية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية الفواكه ما لذ وطاب قطوفها دانية قريبة سهلة التناول ويتمارث ويتكعيد يتقفز نس قريبة منه ثكواد غاسني في تكسيتيت يتديت ويتمارين ويتعديد أوله كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يقرصنا ربي سوال الشر متعاف ما يمي لأنكم تواكني وذوذان لسبحان في الأيام الخالية أسلفتم ذي قمشان العمل ذي الأيام نيعذون ذي الدنيا أعمال صالحة استحقم منيا الصلاة الصيام الصدقة الحج الإحسان إلى الناس ذكر الله سبحانه وتعالى التوبة الإنابة محبته الخوف منه رجاؤه سبحانه فالأعمال الذين مارة تغد السبب بشكل أنه يرحم ربي باش يذم يغفر فيتجرك نور الجنة وإلى نعيمها وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية.